الحمد لله اهلا بحضرتك في الجزء الثاني معانا. اهلا بيك. شفت بصراحه انا الجزء الاولاني بعد ما اتذاع جالي شويه اسئله، بس اهمهم في مجموعه في مصر او حركه اسمها حركه علمانيون. الحركة دي بعتت 10 أسئلة. طالبين من فضلتك الرد عليها. تمام. فنستعرض كده الأسئلة. السؤال الأول: كل فصيل من فصائل الإسلام يدعي أنه صاحب الدين الصحيح، وبنفس المنطق الذي يحتج به المسلمين السنة يحتج بها الشيعة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فهل تعتقد أن أصل المشكلة والصراع الحادث بين المسلمين هو هذا الادعاء بامتلاك اليقين المطلق لكل فصيل من فصائل من هذه الفصائل؟ طيب يعني خليني أعلق. طبعا أنت حضرتك اديتني نسخة من مجموعة من هذه الأسئلة، يعني خليني أعلق على بعض النقاط في السؤال. أولا هو بيقول كل فصيل من فصائل الإسلام، والإسلام ليست له فصائل، إنما في فصائل المسلمين، يعني إنما الإسلام هو دين، ما فيش فيه فصائل ولا غيره، هو دين الله سبحانه وتعالى الذي يعني أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول أن يدعو الناس إليه. إنما فيه فصائل المسلمين، والفصائل دي منها يعني فرق ظهرت في التاريخ وانقرضت، وفرق ظهرت وبقيت وهكذا. فدي أمر. الأمر الآخر إن يعني إن مسألة الاعتقاد الجازم واليقين المطلق والدعاء اليقين والامتلاك الحق، هذا أمر في جانب، يعني في بعض الأمور يكون صوابا وفي بعض الأمور يكون خطأ. فمثلا إذا اعتقدت أنا كمسلم أن الله سبحانه وتعالى واحد وأنه متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، فده أمر أنا في يعني أظن أنه يعني أنني فيه صاحب الحق المطلق بلا ريب. ففي أمور من أصول الدين الإنسان طبعا لا شك فيه يدعي أنه صاحب الحقيقة المطلقة، وكل صاحب دين وصاحب مبدأ وصاحب اعتقاد بيدعي أنه صاحب الحقيقة المطلقة، لكن بقي أن بعض الناس أصابوا فعلا الحقيقة المطلقة وبعضهم أخطأها، ولكن كون أن البعض أصاب والبعض أخطأ ما بيحولش هذه الحقيقة المطلقة إلى نسبية، يعني كون أن الناس بتدعي امتلاك الحقيقة وأن بعضهم أصاب الحقيقة وبعضهم لم يصيبها، ده مش معناه أنها تحولت من مطلقة إلى نسبية بخطأ بعض الناس في فهمها أو في ادعاء خلاف الحقيقة. لأن دي ده هنا بقى مشكلة العلمانية، أنها تريد أن تجعل الخلاف الموجودة في الواقع مبررا لتحويل المطلقات الى نسبيات، وبحيث في الاخر لا تبقى لنا اي مطلقات في الدين. طبعا هذا خطا كبير، ويعني خطا من الناحيه الدينيه ومن الناحيه العلميه في ان واحد. فاذا في مساحات لابد الانسان فيها يدعي الحقيقه المطلقه، سواء اصابها فعلا او لم يصابها. انا كمسلم بدعي الحقيقه المطلقه ان الله منزه عن النقص وانه متصف بالكمالات، بدعي ان الحقيقه المطلقه إن الإسلام فرض علي 5 صلوات. ما إذا أنت قلت إن هما 3 بس، مش هقول إيه الحقيقة مشتركة بيني وبينك، مش هقول أنا ما بمتلكش الحقيقة، لا، أنا في الحكاية دي لو اختلفت أنا وحضرتك فيها إن الإسلام الفرض الديني فيه 5 صلوات ولا 3 بس، فأنا هقول لك 5 وهدعي إن أنا بمتلك الحقيقة المطلقة وإن أنت خطأ مطلق، فده ما فيش فيه يعني أخذ ورد. وده مساحته في الدين يعني قليلة جدا لكنها مهمة جدا في الآراء الدينية يعني. إنما المساحة الأكبر هي مساحة ظنية، بمعنى إن فيها أخذ وفيها رد، قابلة لتعدد الأفهام بين الفقهاء وبين العلماء وبين أهل الاجتهاد وأهل الخبرة وأهل الرأي، هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر أخرى. فهنا المشكلة بقى اللي بتأتي، وده اللي بيحصل فعلا للأسف الشديد من بعض الناس يعني وبعض الفرق وكذا، ان هو يدعي انه يمتلك في هذه القضايا اللي هي خلافيه بطبيعتها وبطبيعه الدين، انه يمتلك الراي اللي هو يعني بياخذه وبيدافع عنه انه هو الحق الذي لا مريادة فيه. وده ليس مسلك علمائنا رضوان الله عليهم، يعني من لدن الصحابه الى
يعني عصرنا هذا كل عالم، يعني سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، بعض الناس سألوا قالوا له هل هذا الذي تقوله من آراء فقهية هل هو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال لا أدري، لعله الباطل الذي لا مرية فيه. فشوف هو نفسه يعني إيه عنده الاحتمالية. وكان الإمام الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ خطأ يحتمل الإيه الصواب، ففي الاحتمالية دي. وكان الإمام أبو حنيفة يقول فقهنا هذا رأي، يعني صادر عن رأي وعن اجتهاد، وهو أحسن ما قدرنا عليه. يعني ده الحاجة الإيه أحسن حاجة إحنا وصلنا له في حدود طاقتنا، فمن جاءنا بخير منه قبلناه. فده مسلك الأئمة رضوان الله عليهم. ولو قرأنا مثلا في كتب الفقه التراثية اللي بعض الناس يعني مش ما بيعجبهاش، لو مثلا يقول لك إيه إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا قلنا وجوبا مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فده الفقه كده يعني حضرتك. إنما في القضايا بقى اللي هي اليقين اللي أنا اتكلمت حضرتك عليها اللي هي المطلقات دي واللي هي ينبغي إنها تبقى مطلقات، قال إيه بقى برضه نفس الكتاب، قال وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبا الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا. طبعا احنا مش بنتكلم هنا عن خصوم سياسيين مثلا والباطل ما عليه خصومنا، لا، احنا بنتكلم عن واحد بيقول ان الله واحد وواحد بيقول ان ايه اللات والعزى وهبل واعلو هبل وكذا. لا، في هذه الحاله اذا سئلت انا يعني في رأي الفقه مثلا ان زكاة الفطر هل يجوز ان احنا نخرجها بالقيمه بالفلوس ولا لازم نخرجها مواد من الطعام، فانا هقول يجوز اخراجها بالقيمه، حضرتك هتقول لا لابد انها تخرج بشكل ايه معين، يبقى ده مجال الاخذ والرد. فلو سالتني انت رايك ده الصواب الذي لا شك فيه اقول لك لا، يمكن يكون راي الاسلام هو الايه الاصوب، تمام كده. لكن انا يا غلبه الظن عندي ان الراي بتاعي ده هو الصح، لكن احتمال يكون الراي الاخر ايضا ايه صواب، تمام. فدي كده. لكن لو سالتني يعني هل الدين الاسلامي هو الدين الحق ولا مثلا الدين الوثني هو الدين الحق، هقول لك لا، الدين الاسلامي هو الدين الحق ولا يحتمل الا الحق، والوثنيه دي باطل ولا تحتمل الا انها ايه باطل، الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه ايه خصومنا، اللي بيعبد عجلا او وثنا او كذا ده على الباطل بيقين. كونه بقى ان هو على الباطل ده مش معناه ان انا يعني هحاربه او هقاومه او كذا ما لم يعتدي عليه، لا، ده انا يعني هأوصل له للخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا، هأخذ بيده ما استطعت، هساعده في الأمور الإنسانية العامة، هتمنى له إن هو ربنا يكرمه، يعني مش هبقى عندي الإيه اللي هو الروح الانتقام دي اللي موجودة عند بعض الناس يعني عشان هو مخالف ليا في العقيدة، لكن ده مش معناه إن أنا بوده أو بحترمه أو بساعده في الأمور اللي يحتاج فيها المساعدة أو كذا، تمام كده. يعني أنا لو مثلا أنا لو بيدي الأمر وفي كارثة حصلت مثلا في بلد تدينه بالوثنية، انا هعتبر ان من فرض ديني عليا ان انا اساعد هؤلاء في محنتهم الانسانيه، تمام، وهمد لهم يد العون على ذلك. لكن هل هذا يسمح لي ان انا ازيب الفوارق واقول بقى ان المساله دي مساله العقيده مثلا بين الاسلام ولا الوثنيه دي مساله نسبيه وقابله؟ لا، ده انا اعتقد فيها الاعتقاد المطلق بانني على الحق وان غيري على الباطل، من غير بقى ما يغرني هذا الى الاعتداء عليه او الانتقاص منه كفرد كشخص كانسان او نحو هذا. فدي حاجه. لكن انا برضو عايز انبه ان السؤال هنا كانه بيجعل هذا، يعني احنا اتفقنا خلاص ان في اشياء هي يقين مطلق وفي ودي اقل القليل في الدين الاسلامي، وفي اشياء هي قابله للاختلاف والاخذ والرد ولا يجوز فيها ان احنا ناتي بسيف الدين عشان نرجح رايا على راي ايه اخر. وده المشكله اللي وقعت فيها كثير من الجماعات الاسلاميه وكثير من الدعاه الدينيين، ان هم اعتبروا ان هم الحق المطلق في كل ما يصدر عنه، وان غيرهم هو الباطل المطلق في كل ما يصدر ايه عنه. فدي مشكله موجوده. لكن انا بس انبه ان المشكله دي ليست خاصه فقط بالمتدينين وبالاسلاميين، بل المشكله موجوده في المسلمين وفي غير المسلمين، في الاسلاميين المتدينين وفي غير المتدينين، في العلمانيين، في الليبراليين، في كده. عشان كده انا يمكن في اللقاء السابق قلت لك مفيش علمانيه في مصر، يعني العلمانيه ممكن بتبقى موجوده بشكل محترم في اماكن اخرى، يعني في مثلا في المغرب العربي في بعض الاماكن في فكر علماني محترم ممكن يعني تتحاور مع، انما والليبراليه كذلك، انما الليبراليه في مصر ده اول المنقدين على الديمقراطيه واول المنقدين على اختيارات الشعوب وعلى المبادئ اللي هم بيدعون اليها. فالمرض ده اللي هو مرض ان انا بعتقد ان انا امتلك الحقيقه المطلقه، ده مرض اتفقنا في يعني موجود، ولكن هذا المرض ليس خاصا
بالجماعات الإسلامية وكذا، بل هو للأسف موجود ومنتشر في المجتمع بصفة عامة، على إن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وهؤلاء يعني كانوا أرقى من حزب. صحيح وجدت يعني مسجلات ووجد يعني أحيانا قسوة في الردود بعضهم على بعض، ولكن بقي هذا في الإطار العلمي والمسجلات العلمية، ولم يخ يعني يتطور إلى الصورة اللي إحنا بنجدها الآن في تعامل الخصوم السياسيين بعضهم مع بعض. طيب السؤال الثاني، هل أحكام العقوبات في الإسلام مثل قطع اليد والجلد والرجم والصلب غاية الرحمن في عقاب الناس أم وسيلة للوصول إلى العدل؟ وإذا كانت غاية فكيف يمكن أن نصف مثل هذه العقوبات بالرحمة؟ وإذا كانت وسيلة فهل يمكن أن نختار وسائل أكثر اتساقا مع قيامنا الحديثة؟ يعني هو أولا أنا مثلا رأيت منذ عدة سنوات مشهدا على اليوتيوب في مثلا مشهد رجم زانية في السودان، وأنا لا يمكن أن أنا أكابر وأقول لك أن المشهد ده ما فيش فيه قسوة بالغة. لا، الشريعة الإسلامية فيها قسوة بالغة، الحد زي حد الزنا ده لما تأتي بالزاني المحصن مثلا وتحفر له حفرة وترجمه بالإيد بالأحجار حتى على رأسي وكذا، ده مشهد بالغ الإيه؟ بالغ القسوة يعني. ولكن يعني أيضا من المشاهد بالغة القسوة، كان عندي بنتي عندها سنة وثلاث شهور وبعدين أصيبت بمرض كده في المعدة تقريبا أو حاجة زي كده، نزلة معوية يعني في وهي عندها سنة، ورحت بيها للمستشفى وكده، فهم بيحطوا الإيه الإبرة اللي هي عشان يحطوا لها المحاليل وحاجات زي كده في الوريد بتاعها، هي عندها سنة لسه صغيرة. فده بالنسبة لي مشهد بالغ القسوة، يمكن أنا قعدت بعديه لغاية دلوقتي مثلا إيه في شبح بالنسبة لبنتي للألم الشديد اللي يعني، وهي بتنظر لي بقى كمان يعني، هي بتاخد الابره وبتعيط وبتبص لي، فده مشهد بالنسبه لي انا بالغ الايه القسوه، وانا ابوها وكنت ممكن اقدر يعني باجراء بسيط جدا ان انا امنع هذا تمام، بس امنع هذا هتموت، امنع هذا المرض هيزداد، فاضطررت ان انا اتحمل هذا المشهد بالغ الايه القسوه من اجل مصلحه اخرى اهم. فده انا بس اذا ضربته مثالا على ان القسوه يعني بعض الناس الاسلاميين بيدافع يقول لك لا مفيش قسوه وده شرع رب العالمين، ماشي ما هو شرع رب العالمين، بس شرع رب العالمين فيه قسوه مطلوبه في بعض الاحيان، قسوه لان الاسلام مثلا في الزنا شرع الزواج، شرع الطلاق، شرع التعدد تمام، حارب الرذيله، حارب انتشار الفواحش، دعا الناس الى التربيه الصحيحه من خلال الاسره، من خلال الإعلام، من خلال التعليم، من خلال مؤسسات المجتمع اللي موجودة. فلما يكون شخص خضع لهذا النظام التربوي والتوجيهات التربوية الدينية واتحطت له قوانين الزواج ومنعنا كل إثارة يعني موجودة وكذا بوعي المجتمع، أنا ما مقصودش المنع بالإيه يعني بالحاكم يجي ويروح مانع منه، لكن المجتمع نفسه يبقى عنده إيه يعني. أنا مش همنع الأستاذ خالد يوسف إن هو ينتج أفلاما بشكل معين، لكن ممكن اتصور ان في يوم من الايام هيبقى الاستاذ خالد يوسف نفسه مثلا هو من نفسه بيمتنع عن هذا الامر، بيرى ان في شيء معين يعني قد لا يكون مفيدا وقد يثير الغرائز بشكل معين، فهو يمتنع نفسه ويخرج نفس المشهد بشكل ايه اخر. فلما يكون عندي هذا النظام كله وبعدين في الاخر يجي واحد يهدى لان هو يقع في الزنا مثلا مع وجود زوجه له، فهنا احيانا بيبقى القسوه مطلوبة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النور وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين تمام، فده مقصود يعني ده قسوة مقصودة للردع وللزجر. لما بيحصل هذا الأمر مرة واحدة بنجد ان خلاص الناس بعد كده اللي مش التربية مش هتمنعه، اللي التوجيهات الدينية مش هتمنعه، اللي الحلال اللي عنده في البيت ما بيمنعوش، اذا كل الحاجات دي الحواجز دي اللي الإسلام وضعها عشان يحول دون جريمة الزنا إذا ما يعني ما لم تنتج أثرها مع ذلك الشخص، خلاص هيبقى فيه قوة الإيه الردع القانوني اللي هي ممكن تكون بلغة القسوة. وده بالمناسبة احنا بنقول بلغة القسوة ده بالمنظور البشري، يعني لأن الفعل له طرفين، طرف اللي وقع عليه الفعل اللي هو البشر وطرف
الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى اللي بيوصف بالقسوة الطرف اللي ناحيتنا، إنما الأفعال بالنسبة لله لا توصف لا بالقسوة ولا بالجزم. يعني دي إذا رب العالمين سبحانه وتعالى هو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني اللطيف وهو أيضا خبير بما يصلح عباده. فلما بنقول الشريعة الإسلامية فيها قسوة، فيها قسوة في بعض الأحيان بس قسوة مطلوبة، وبعدين قسوة في الآخر بتعود على المجتمع بالصلاح. أنا ليه قريبة من القريبات وهي عندها 8 سنوات حصل إن في حد شدها من المصعد ده العمارة واغتصبها. طب ده مشهد قاسي ولا غير قاسي؟ قاسي. مشهد قاسي جدا. تمام كده. بنتي معرضة لهذا، أختي معرضة لهذا، أختك معرضة لهذا، وهكذا. ودي مشاهد متكررة وقاسية جدا وكثيرة جدا في المجتمع. طيب لو أنا أقامت حد الزنا مثلا مرة أو مرتين في 10 سنوات فارتدعت الناس وتركت هذه الجريمة، فدي قسوة ولا مش قسوة؟ برضو قسوة، لكن انت لما تيجي تحطها في الميزان العام هتلاقيها قسوة أقل من القسوة اللي هي ان أعراضنا تبقى مستباحة، وان انا أبقى غير آمن على بنتي لما تمشي في الشارع ان يطلع عليها شاب شارب مخدرات ولا كذا ولا كذا ويبدأ ياخد منها يعني ما ليس له، وممكن يسبب لها عاهة نفسية وممكن يسبب لها يعني ضررا بالغا في حياتها فيما بعد. فليه احنا ما نضعش هذا في الاعتبار؟ فاذا التشريعات فيها قسوة. هنا بقى احنا بننظر لايه؟ بننظر هل التشريع ده فعلا تشريع مقطوع به ولا في مجال للاخر؟ عشان هو في سؤال بيقول هل هي غاية ولا وسيلة؟ انا مش مضطر ان انا يعني لازم اختار هو غاية ولا وسيلة. يعني هو بالتأكيد هو مش غاية، يعني ليس عند الله غاية ان هو يعذب ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يعني لو الناس تركت هذه الامور وكذا، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، مش يعني مش هيستفيد حاجه الله سبحانه وتعالى، ولا يعني عنده غايه ان هو يعذب مثلا هذا او ذاك. لكن ده دواء يعني قاسي بيطلب في بعض الاحيان، فهو ليس غايه انما هو وسيله شرعيه للردع والزجر. ولكن هنا السؤال بقى اللي انا بلمح فيه النقطه المهمه اللي فيه، ان هل كل الوسائل قابله للتغيير؟ يعني احنا بنقول لو هو غايه يبقى غير قابل للتغيير، طب لو هو وسيله يبقى قابل للتغيير. دي غلط، الجزء الثاني ده غلط. مش كل وسيله قابله ان احنا نستبدلها بغيرها، لان ده مش ده المحدد الوحيد لقابليه التغيير وعدم قابليه التغيير. في محددات اخرى من ضمنها ان هل ده ثبت شرعا قطعا ولا في مساحه للاختلاف. فاذا كان في مساحه للاختلاف خلاص يبقى ممكن بقى هو بيقول هل ممكن احنا نبحث مع وسيله اخرى اكثر اتساقا مع العصر الحديث او مع قيم العصر الحديث. اولا بيقول اكثر اتساقا مع قيمنا الحديثه، احنا مش مطالبين ان احنا نتسق مع قيمنا الحديثه مطلقا هكذا، انما احنا مطالبون بان نتسق مع القيم الحديثه الصحيحه. يعني لان ممكن يكون في القيم الحديثه مفاهيم خاطئه او قيم خاطئه، يعني ممكن يكون في القيم الحديثه ان انا الخاطب يمارس مثلا الجنس مع مخطوبته علشان يجربوا الحكايه دي، يمكن مثلا ما يتبسطوش مع بعض فما يكملوش الزواج. ممكن يعني نتصور ان ده ممكن يبقى قيمه ما في المجتمع ما في وقت ما. فهل انا لما تبقى دي قيمه حديثه، يعني لو حصل ده اصبحت قيمه حديثه ان انا مطالب ان انا اتسق مع القيمه الحديثه دي في من قيمنا الحديثه في 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 العالم الان، ان مساله ان الشذوذ الجنسي وكذا ده امر يعني ده حريه شخصيه لمن يفعل هذا، هل انا مطالب ان انا اتسق مع هذه القيمه الحديثه؟ فالإنسان مش عمر ما التفكير الصحيح يقول ان انا لابد اتسق مع القيم الحديثه، انما لابد ان احنا نضعه قيدا، انا مطالب بان اتسق مع القيم الحديثه الصحيحه. وبعدين مصدر الصحه ده احيانا بيكون الشرع، احيانا بيكون اتفاق العقلاء في العالم، احيانا بيكون الفطره الصحيحه. يعني في مصادر لتصحيح القيمه الحديثه دي، مش يعني مش قاصره على الدين، وان كان الدين اهم المصادر في الحكم على القيمه بانها صحيحه او غير صحيحه. فانا مش مطالب ان انا اتسق مطلقا هكذا مع القيم مع القيم الحديثه. وبعدين في وسائل ممكن نبحث عنها تتفق مع القيم الحديثه الصحيحه، تمام، لكن في اشياء لا نستطيع ان احنا نغيرها. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل حد الزنا كذا وكذا 100 جلده لغير المحصن والرجم للمحصن، واتفقت على هذه كلمه العلماء المسلمين واصبح الاجماع قائما على ذلك، يبقى لا يجوز تغيير هذه الوسيله. في امور اخرى نغير الوسائل فيها، اذا شايفين في قانون العقوبات مثلا بتاع المرور مثلا او قانون العقوبات او كذا او كذا ان في حاجه احنا عايزين نشدد العقوبه او نغير العقوبه او نخفف العقوبه، ماشي،
يبقى دي وسيله ممكن نغير فيها. لكن ان احنا نغير في مثلا في رجم الزاني المحصن دي ما نقدرش نغير فيها. ليه؟ لانها ثبتت يعني قطعا في الشرع. هنا بقى اللي عايز يتكلم معايا ممكن يقول لي ايه، انا بازعم ان الاجماع ما حصلش. يعني لو في حد عايز يتكلم في الحد ده يقول لي انا ازعم ان الاجماع من علماء المسلمين لم يحصل على الرجم مثلا، تمام كده؟ ومن خلال الادوات العلميه وادوات البحث العلمي وادوات التشريع في مجلس النواب وغيره نبدا نناقش هذا الامر ويتجادل فيه الناس ان هل فعلا حصل اجماع وان المساله دي من قط... يعني كما يقول مثلا يا علماء الدين دي من القطعيات، وانا بقول هذا وبدعي هذا، فانت لا سبيل اليك ان انت تقول لي لا من القطعيات بس انا هخالفها. لا، انما سبيلك ايه لو انت عندك راي مضاد انك ايه تقول لي لا انت بتقول هذا من القطعيات، لا هو ليس من القطعيات والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا وكذا، ونبدا بقى نتحاور ويعني وبعد الحوار نخلص الى راي مشترك يبقى كل محتفظا بايه برايه. اذا كنا في مجال تشريع نطلع تشريع طبقا لادوات الترجيح اللي موجوده في المجلس بالعدد بكذا بكذا، وفي الاخر لو حصل الترجيح داخل مجلس النواب في مصر مثلا على ان الحد الرجم مثلا يبقى كما هو لو فرضنا يعني هذا، خلاص يبقى احنا هنلتزم بيه. اللي هيلتزم بيه على انه شرع يلتزم بيه على انه شرع، واللي هيلتزم بيه على انه اختيار الديمقراطيه في لهذا القانون يلتزم بيه، ويبقى عنده فرصه ان هو يعمل اغلبيه اخرى تضاد هذا. تمام. طيب بالنسبه للسؤال الثالث، كيف يمكن التعايش في مجتمع يريد فيه جماعه من الناس فرض افكارهم واحكامهم على الجميع، ومن يرفض عليهم من يرفض عليهم بمحاربته وقتله؟ هو انا برضو طبعا السؤال ده ممكن اجاوب عليه بطريقتين. هو بيقول كيف يمكن التعايش في مجتمع هذه صورته، ممكن اقول لك لا يمكن التعايش يعني، ودي اجابه صحيحه يعني، ان يعني مجتمع بهذا الشكل لا يطاق العيش فيه، تمام كده. وممكن اقول لك اجابه تانية، يمكن التعايش في مثل هذا المجتمع بالقضاء على هؤلاء الناس، او بتعبير ادق بالقضاء على هذا الفكر. يعني سيبك من القضاء على الناس يعني، لان ده برضه ممكن لابد يكون ليه قيود معينه ان يكون بالقانون والى اخره وبمراعاه الاحكام الشرعيه وبمراعاه النواحي الانسانيه وكذا. فخلينا نقول بشكل ادق بالقضاء على هذه الافكار، والقضاء على هذه الافكار بيكون بالعلم وبالتنوير، مش بالعصبيه ومش بالتشنج ومش بمجرد ان انا بصيغ اسئله للهجوم. يعني تمام ما اقصدش هذا السؤال، لكن يعني بعض الناس فقط مشكلته ان هو يهاجم المسلمين ويهاجم الذين يعني يرفعون رايه الدين والى اخره، من غير ما يقدم ايه حلولا صحيحه لهذه المشكله. احنا عايزين ننور الناس ونقول لهم ان ما ينفعش ان احنا نفرض افكارنا على الناس. انا شخصيا مثلا بنتي اختارت انها اول ما بلغت انها ترتدي الزي الشرعي بدون اجبار مني على هذا، ولو هي اختارت انها تخلعه يعني لن يعني سابين لها واوضح لها بشكل معين، ولكن في الاخر هذا اختيارها، فانا لست يعني مخولا بان افرض ارائي ومعتقداتي على اولادي ولا على من تحتي في الايه في السلطه. هذا الامر غير صحيح وغير مقبول ان حد يفرض افكاره على الناس، ولا سيما اذا كان هو اصلا افكاره غلط. يعني هؤلاء الناس اللي هم بيمارسون هذا من فرض الفكر وفرض الاحكام على الاخرين، افكارهم اصلا احنا لو حطيناها على الميزان الديني او الميزان العلمي افكار غلط، واحنا اصلا لا نقبل هذا السلوك مع افكار صحيحه. يعني لو انا بمتلك افكارا صحيحه لا يقبل ان انا افرض هذه الافكار على الاخرين، فما بالك اذا لم اكن امتلك هذا والافكار اللي عندي معظمها يعني عايزه تتكهن يعني وتتدفن يعني ولا تقرا لها يعني قائمه ولا تقوم لها قائمه بعد ذلك. فلا، هذا المسلك طبعا مسلك مرفوض، والاجابه لا يمكن التعايش اصلا في هذا المجتمع اذا كان بالشكل ده، او يمكن التعايش بشرط القضاء على هذه الافكار، والقضاء على هذه الافكار يكون بالتنوير وبنشر العلم الصحيح وبنشر الدين الصحيح وبتشجيع من يفهمون الدين بشكل صحيح وتقديمهم الى الناس، وعلى حساب تقديم الاطراف الاخرى اللي هي بتقدم دينا مشوها للناس يسمح بيعني مرور هذه الافكار. طيب السؤال اللي بعد كده، لكن هو يعني قبل ما ننتقل يعني ما فيش عند حضرتك مثلا صوره معينه عشان نوضحها برضو للمشاهد من فرض الافكار يعني يحضره كمثال معين يعني نعلق عليه ونسلط عليه الضوء بحيث نبين ايه مثلا مساله فرض الافكار دي؟ لا، هو انا كان في دماغي حاجه ثانيه. فضيلتك بتقول لا يمكن التعايش معه، تمام؟ طيب لو لا يمكن التعايش معه هيروح فين؟
هل كان لا انا ما قلتش لا يمكن التعايش معاه، انا قلت لا يمكن العيش والتعايش في هذا المجتمع او العيش في هذا اه هيبقى عيش شق، يعني زي ما احنا دلوقتي قاعدين والكهرباء قطعه والتكييف قطع، فالمعيشه شقه. ممكن بقى ينضاف الى هذا مثلا يطلع يخش شويه، يعني انا امبارح دخلت دوره مياه في طريق السفر، لقيت في دوره مياه مثلا متر في متر ولا حاجه، لقيت فيها 300 ناموسه مثلا متوحشه كده. فتخيل بقى لو انضاف الى الحر اللي احنا عايشين فيه مثلا الناموس بالشكل ده، ودبان كمان، ويجي لنا فران اخد بالك تخش تقعد معانا كده واحنا قاعدين، وبعدين نفضل جعانين 4 ايام اخد بالك. فدي صوره بائسه ما نقدرش نتعايش معاها. فبرضه فرض الافكار على الناس برضه يعني بيبقى المعيشه فيها مشقه وكلفه شديده، بس للاسف قد تفرض علينا. فهنعمل ايه؟ ممكن نهاجر لو نقدر هنعمل. طب إيه لو هنفضل قاعدين هنضطر نتحمل، ونبدا بقى نقاوم هذا الامر. هنقاومه ازاي؟ مش بالتشنج، مش بالهجوم فقط على هذا او على هؤلاء الناس، ولكن بالتنوير، بتنوير الناس وتبصيرهم بان انا اعتقد ما شئت لكن لا تفرض اعتقادك علي، امن بما شئت لكن لا تفرض ايمانك علي، حتى لو كان ايمانك، حتى لو كان في المساحه اللي انا كلمت على حضرتك عليها في سؤال سابق، لو من اليقين المطلق خلاص انا بادعو الناس الى هذا. طب الناس ما التزمتش؟ يعني انا مثلا في سؤلت الاسبوع اللي فات عن الديمقراطيه، وهل واحد كتب يعني ان الديمقراطيه من اصدقائي ان الديمقراطيه في الاسلام مقيده بشرط ان الناس ما تختارش غير احكام الشريعه الاسلاميه؟ قلت له دي ما تبقاش ديمقراطيه، يعني لو عايز ديمقراطيه ما لهاش قيد ولا شرط. الديمقراطيه هي الديمقراطيه اليه، واليه كاشفه عن اتجاهات الناس مش منشئه لها. يعني الديمقراطيه ما بتنشئش عقائد، ما بتنشئش افكارا، انما هي بتسمح لكل صاحب فكر ان هو يعبر عن فكره ويدعو اليه، وفي الاخر في اليات معينه للترجيح ما بين الافكار عشان تبقى قانون او عشان تبقى مسلك للعمل الوطني والى اخره. تمام كده؟ فما فيش ديمقراطيه بشرط او قيد. طيب انا كمسلم لما يبقى الامر مطروح عليا ان انا ابيح الشذوذ الجنسي ولا ما ابيحش؟ ما هو الديمقراطيه هنناقش الامر ده في مجلس النواب مثلا. تمام؟ لو مجلس النواب قال ان هذا الامر مباح، انا لا سبيل ليا انا كمسلم ان انا افرض، يعني مش هقول لهم بقى لا انتوا ولاد كذا وده مجلس نواب باطل، وايه نروح نجيب السيوف ونقتل كل اللي في مجلس النواب دول عشان قالوا ان مثلا اصدروا قانون باباحه الشذوذ. لا، ده مش هيبقى مقبول. تمام كده؟ لكن يعني القانون مش هيفرض عليا ان انا امارس الشذوذ، لكن هيسمح بيه، هيبقى عليا ان انا بقى ارفض هذا تماما، اقاومه بوسائل المقاومه الصحيحه المشروعه في المجتمع القانونيه، يعني ان انا ادعو الى ان القانون ده باطل، ادعو كذا كذا كذا. تمام؟ ولكن مفيش وسيله ان انا افرض على الناس القانون اللي انا شايفه، انما نعتبر هذه طامه كبرى ان هم اختاروا هذا المسلك. واصلا انا في جلسه التصويت هقول له، يعني لو واحد ديستفتيني هقول له حرام تصوت لصالح الشذوذ، هندخل الدين في السياسه واللي انا رفضناه في الحلقه السابقه هنا يدخل. يعني ده مثال هو جاني، هو ما كانش واضح المثال عندي في الحلقه السابقه، لكن ده واضح عندي اهو، هنا الدين هيدخل في السياسه. ان لو جاني نائب في مجلس النواب وقال لي في جلسه للتصويت على اباحه قانون يبيح الشذوذ الجنسي، تمام كده؟ فهل يجوز لي ان انا اصوت بنعم؟ هقول له لا يجوز انك تصوت بنعم. تمام؟ انما لو جه واحد تاني يستفتيني يقول لي في تعديلات دستوريه في نعم وفي لا، هل يجوز لي ان انا اصوت بنعم او يجب ان انا اصوت بلا او كذا؟ هقول له لا تستفتني في هذا. دي مساله يعني نعم قد تكون واجبه ولا قد تكون واجبه بحسب اعتقادك انت، انت بترى المصلحه فين؟ لو انت بترى ان المصلحه في نعم ممكن يجب عليك انك تقول نعم. لو بترى المفسده في نعم يبقى يجب عليك انك تقول ايه لا، يعني يبقى دي راجعه لاختيار الشخص، ما ينفعش انا كرجل دين اختار له انا اقول له قول نعم ولا لا، لكن دي مساله خلافيه. تمام؟ انما اباحه الشذوذ دي مش مساله خلافيه. لو جالي واحد يستفتيني يقول لي ده حلال ولا حرام، اقول له حرام ان انت وتكون اثما لو ايه؟ لو صوتت بهذا. هل انا بهذا ضد الديمقراطيه؟ لا، انا مش ضد الديمقراطيه، لان الديمقراطيه ما بترغمنيش على راي معين. الديمقراطيه بتقول لي ايه؟ بتقول لي في اراء بتعرض وفي اليات للترجيح ما بين هذه الاراء، تمام كده؟ لكن ما بتجبرنيش ان انا اتبنى راي معين من الاراء الموجوده. طيب هتقولي طب ما هو هنا الدين برضه، يعني انت في اجبار برضه لما بتقول حرام انت بتجبره انه يصوت في اتجاه معين، ما هو الاجبار ده لابد منه. لان اي واحد بيصوت في شيء معين، ما انت لما بتيجي تقول للطبيب في مرض معين هتوصف روشته للمريض، ما انت هتوصف روشته للمريض، ما انت مقيد بانك تلتزم بالمقررات الطبيه، مش هتجيب حاجه من دماغك. في عندك اسس معينه لابد ان انت بتختار يعني اختيارك في الروشته على هذا الاساس، فكل واحد مننا فيه محددات بتحدد رايه.
ففي محددات دي قد تكون الدين، قد تكون المصلحه، قد تكون كذا كذا كذا. فاللي جاي يستفتيني انا كشيخ هو بيسالني في المحدد ده اللي هو المحدد الديني في اختيار بين هو عنده محددات كتيره، فجاي يحسم عندي انا، هيروح للدكتور يقول له الشذوذ ده يعني ليه اضرار صحيه ولا ملوش، يبقى الطبيب هيقول له ليه اضرار، هيجي انا ليا العالم الديني يقول لي ده ينفع صوت كده اقول له لا حرام التصويت بكذا، هيروح مش عارف كذا يلاقي ان المصلحه ضد هذا القرار من ناحيه الصحيه من ناحيه الدينيه من ناحيه كذا، فدي كلها محددات ادت له ان هو يقول القرار بانه يعني لا يعني انه لا يبيح مثلا هذا الايه هذا القانون. ف احنا كنا بنتكلم على مثال بقى للايه لفرض الايه لفرض الافكار، هو ده ممكن يصلح مثالا ان يعني لو في يعني امر الناس اختارت فيه اختيار غير الاسلام خلاص هم حرين، هنعمل لهم ايه؟ هندعوهم الى الاسلام تمام كده، لكن لا نستطيع ان احنا نفرض افكارنا عليهم. السؤال الرابع، نرى اليوم في العديد من الدول المتقدمه النساء بلا حجاب ولا يتقيدون بمفهوم المحافظه على التقييد بين المسلمون. بمفهوم المحافظه التي يتقيد به المسلمون، وعلى الرغم من ذلك فهي دولة متقدمة في كل هم على الرغم من ذلك فهي دول متقدمة في كل المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فما هو رأيك في الربط بين تحجيب النساء والرزق وزوال البلاء حين تتحجب النساء؟ طبعا احنا بنقول ان الحجاب يعني هذه الكلمة بالمعنى المعروف يعني الناس لم تجد اصلا لا في القران، لان في عندنا ستر العوره. والعوره من المراه جميع جسدها ما عدا الوجه والكف. وده احد الواجبات الذي تطالب به المراه المسلمه، لكن ليس هو الواجب الوحيد، وفي عليها انها تصلي، ده واجب. عليها ان هي تصوم، هذا واجب. عليها انها تستر عورتها امام الرجال الاجانب عنها، هذا واجب. عليها انها تذهب الى عملها في المواعيد المقرره، هذا واجب. عليها انها تفعل ما هو عليها تجاه زوجها او اولادها وكذا، فدي كلها يعني واجبات على المراه المسلمه. وينبغي انها تقوم بهذه الواجبات. مساله زوال البلاء ومساله الارزاق دي مساله يعني بيد الله سبحانه وتعالى. هو بيعطي الرزق من يشاء ويبدي من يشاء ويزيل البلاء عمل يشاء. على فكره فضيلتك، حكايه زوال البلاء ربط البلاء بالحجاب ده كان مفهوم مترسخ او بدا يظهر في المجتمع المصري ايام حرب 67. لما مصر خسرت الحرب او ايام النكسه يعني، فارجعوا بعض الناس ارجعت البلاء ده ان النساء في مصر مش محجبات، فمن هنا بدات تظهر مفهوم الحجاب. يعني لو حضرتك تتذكر في 67 كان معظمهم بدون حجاب، او 90% من النساء في مصر 99% من النساء في مصر كانوا بدون حجاب. بعد نكسه 67 ربطوا عدم الحجاب ببلاء البلاد، فبدات ظاهره الحجاب وبدات ظاهره الانتشار الاسلام السياسي في السعوديه. هو اصلا المشكله في هذا الخطاب ان هو يعني مساله الحجاب عنده متضخمه جدا، ويكاد يختصر الاسلام في بعض الاشياء، منها الحدود مثلا، منها بعض المظاهر الاسلاميه كالحجاب ونحو ذلك. فهو المشكله ان هو متضخم عنده هذه المساله. فاول ما تحصل مصيبه يبقى المشكله في عدم الحجاب، اول ما يحصل خير يبقى السبب هو الحجاب بحسب تصوره هو للاسلام. لذلك انت بتجد هذه التيارات التي وافدت علينا، هذه التيارات الدينيه بتجد انها مثلا يمكن تكلمنا احنا منذ زمن على هذه الظاهره، تجد ان الملصقات اللي موجوده على الحوائط او الكتابه اللي موجوده على الحوائط ايه؟ الحجاب قبل الحساب، يعني متركز على الحجاب، متركز على الصلاه، ولم نرى مثلا ملصقا يتكلم عن احترام قواعد المرور واشارات المرور، وانه يحرم عليك انك مثلا تكسر الاشاره. مفيش حد بيتكلم عن، مفيش مثلا ملصقات او يوفط موجوده على الحوائط فيه ترشيد مثلا استعمال الماء. ما شفناش منصفا واحدا عن حرمه استغلال الشارع من الباعة الجائرين بالصوره البشعه اللي كانت بتحصل، وربما ايضا يعني ما زالت تحصل الى الان، ولكن خفت في الايام الماضيه.
يعني ايه الناس بتسال مثلا عندنا هنا بتسال عن حكم الوضع الفلوس في البنوك، حكم كذا من المعاملات الماليه عشان يضمن ان رزقه حلال. ما شفتش ولا سؤال جاي مثلا قال لي لا حكم ان انا اشغل الايه الطريق واحط مثلا العرض بتاعي في مساحه كبيره من الطريق واسد على الناس او اضيق على الناس الطرق بتاعتهم. طب ما ده برضه حرام وده مصدر دخل حرام، لانك بتغتصب حق غيرك في انه يسير في الشارع بشكل طبيعي. ففي اشياء كثيره جدا احنا بنفتقدها وهي من صلب الشريعه الاسلاميه، وربما تحتل مكانه في الاهميه اكبر مما كانت اشياء الناس لا تحرص الا عليها. فالمشكله في هذا الخطاب اللي هو يربط الحجاب بكل ايه مصيبه او بكل نعمه، يعني ايجابا وايه وسلبا، ان اذا وجد الحجاب اتسعت الارزاق وزال البلاء، واذا زال الحجاب وقعت المصائب وكذا. ده خطاب يختزل الاسلام كله في بعض اشياء محدوده كالحجاب مثلا ونحو ذلك. طبعا الحجاب له اهميه بلا شك، وهو يعني الحجاب ستر العوره، يعني هو فرض ديني، ولكن لا استطيع ان انا احرم كل شيء من النعمه او من المصيبه بالحجاب. هذا ربط غير صحيح، لان الارزاق في جزء منها بلا شك يرجع الى يعني تقوى الانسان ومعاملته مع ربه، فربنا سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه ويوسع له في رزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فده لكن في جزء اخر مربوط بالاسباب، يعني انا ما ينفعش اقول انا راجل مبارك وراجل مصلي ومتعبد خلاص يبقى اجلس في بيتي والسماء تمطر ذهبا وفضه، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. فاحنا المشكله عندنا في حاجتين وكلتاهما في الاختزال. المشكله الاولى في ان احنا بنختزل المساله في الالتزام بالفروض الدينيه وبالبركه الالهيه، وما بننظرش، وده بيبقى على حساب الاخذ بالاسباب اللي هو الاسباب العسكريه مثلا في حاله حرب 67، الاسباب الاقتصاديه في حاله الاقتصاد والرزق وهكذا، الاسباب التي نعالج بها اذا نزل بلاء على المسلمين. طب ما البلاء ده له اسباب وله طرق في العلاج، في يعني اداره حاجه اسمها اداره الازمات، في فرق لاداره الازمات، في اساليب لاداره الازمات. فانا مطالب ان انا اعمل ده كله. فلو اختصرت ده كله في ان انا اقول ايه طب يلا الستات تتحجب يبقى المشكله هتزول، يبقى ده اختصار من خلال. فدي كده احدى المشكلات. المشكله الثانيه ان حتى في الجزء اللي هو بنقول عليه البركه الالهيه والى اخره، حتى ده مش مرتبط بالحجاب بس. ده مرتبط بالحجاب ومرتبط بالصلاه ومرتبط باتقان العمل ومرتبط بعدم الاعتداء على حقوق الغير وبعدم كسر اشاره المرور وباداء الحقوق اللي عليا، ومرتبط بان انا ما استغلش تليفون العمل في اشياء الشخصيه. يعني دي كلها منظومه متكامله، لو عملناها كلها على بعضيها كده يبقى ان شاء الله ربنا هيبارك لنا في الايه في الارزاق وينطبق علينا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انما لو انا اتكلمت في تليفون الشغل في المصالح الشخصيه وكسرت ايه اشاره المرور ورحت العمل بتاعي متاخر وعطلت مصالح الناس وشغلت الطريق عشان ابيع واشتري بما ليس حقا لي وعملت الاشياء المخالفه للقانون ولبست الحجاب، يعني عملت كل دول وجيت لبست الحجاب في الاخر واتوقع ان ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لي في الرزق، يبقى هذا توقع في غير محل. طيب السؤال بس هو برضو انا عايز اعلق على شيء في السؤال ده، ان هو كانه ربط بين التقدم وعدم الحجاب. يعني صيغه السؤال بتقول ايه، نرى اليوم في العديد من الدول المتقدمه النساء بلا حجاب، فربما لا يقصد هذا، لكن قد يشعر القارئ بهذا الكلام بان في ربط ما بين عدم الحجاب والتقدم. لا احنا برضو زي ما بنقول ما فيش ربط بين التقدم والحجاب، ففي ربط بين التقدم وعدم الحجاب. التقدم له اسبابه، لو اخذ الناس بها تقدموا، لو تقعصوا عنها لا يتقدموا، سواء يعني اكانوا محجبين والنساء محجبات او لا، له اسباب معينه. فيبقى علينا ان احنا ناخذ بالاسباب. طيب السؤال الخامس، كيف يمكن للاسلام الحالي ان يحكم دوله متعدده الثقافات والاديان كالولايات المتحده او الهند؟ ماشي، هو مش هيحكم الهند ولا هيحكم الولايات المتحده، لان يعني الاغلبيه في الولايات المتحده ولا في الهند ليست من المسلمين. دي امر، الامر الاخر ما فيش حاجه اسمها الاسلام الحالي والاسلام القادم والاسلام السابق، هو الاسلام هو الاسلام هو لا هو قد يكون السؤال هم ممكن يكونوا باعتينه على اساس يقصدوا تيارات الاسلام السياسي يعني او لا هو انا فاهم كيف. انا فاهم بقى حاجه ثانيه، فاهم ان هو يعني كيف يمكن للاسلام حاليا في هذا الوقت ان هو يحكم الدول مع تعدد الثقافات والاعراق في هذه الدول. يعني انه هذا كان متصور عند صاحب السؤال ان ممكن الاسلام يحكم لما كانت الناس قبيله واحده ولما كانوا الناس ثقافه واحده وكده.
أما وإن الآن الثقافات تعددت في المجتمع الواحد والأعراق تعددت، فالإسلام خلاص غير قادر على إنه يحكم الدول اللي فيها تعدد ثقافات وتعدد أعراق. يعني أنا فاهم السؤال كده، ولا إيه رأيك؟ والله أنا ممكن نجاوب على ده ونجاوب على ده. فضلتك قادرة، بس أنا حاسس إن هم يقصدوا الإسلام السياسي. طيب يعني على كل الأحوال هنفترض إنهم أرادوا هذا. إن كيف يمكن الإسلام السياسي إنه يحكم الدول المتعددة الثقافات والأديان؟ أولا برضو من المناسبة مفيش حاجة اسمها إسلام سياسي، في حاجة اسمها إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، تمام كده؟ فمفيش حاجة اسمها إسلام سياسي وإسلام اقتصادي وإسلام اجتماعي، تمام كده؟ إنما في إسلام، الإسلام ده فيه جوانب سياسية، فيه جوانب اقتصادية، فيه جوانب اجتماعية وهكذا. وبعدين لما بيكون في جوانب سياسية بإما على وجه التفصيل أو على وجه الإجمال. في السياسة في الغالب بيبقى على وجه الإجمال، إن هو بيضع أطرا عامة أخلاقية في السياسة، بحيث ان احنا كإطار مثلا ان الشورى، لان لا ينفرد احد بالايه بالحكم، كإطار ان الأمة هي التي تولي الحاكم وهي التي تحاسب وهي التي تعزله، يبقى دي كده أطر عامة. لكن هل مسؤولية الأمة يعني وحكم الأمة نفسها بنفسها، هل ده بيكون عن طريق مثلا مجلس نواب واحد او على مجلسين او عن طريق اي شيء اخر او عن طريق وجود احزاب او عدم وجود احزاب او كذا؟ ده امر الاسلام لم يتدخل. ففي اذا بعض التشريعات في الاسلام المتعلقه بجانب السياسي، في بعض التشريعات المتعلقه بجانب الاقتصاد، بس مفيش اسلام سياسي، مفيش اقتصاد. يعني اللي انا اقصده بالاسلام السياسي اللي هي الجماعات الاسلاميه، اللي سواء كانت جماعه اخوان المسلمين، جماعه اسلاميه، جماعه سلفيه، دعوه سلفيه، حزب النور، المفهوم ده في الشارع. هل ممكن يحكم يعني؟ النوعية دي من الناس في الشارع، هل دي هي اللي ممكن تقدر تحكم الدول دي؟ لا، ولا تحكم الدول دي ولا تحكم غيرها. يعني زي ما بيقولوا ما يحكمش. يعني الفكر اللي موجود الآن على الساحة من الجماعات الإسلامية المختلفة، يعني مش الإخوان فقط، الإخوان وغير الإخوان، فكر لا يمت إلى الواقع بصلة ولا إلى الدين بصلة. تمام. يعني إما أنك تجد تشددا في جانب من الجماعات الإسلامية وده مش مطلوب، وإما أن تجد تميعا في جانب آخر، وتجد في كل الأحوال يعني تعاليا على الناس، وتجد في كل الأحوال خلطا للأمور، يعني في 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 أمور لا تؤخذ بكافية معينة يقحم فيها الدين إقحاما، وليس مطلوب فيها إقحام الدين، مطلوب فيها إن إحنا نرجع إلى العلم. وإحنا برضه بمناسبة إن إحنا بنتكلم عن العلمانية وكذا، إذا كان العلمانية مقصود بها إن إحنا نرجع إلى العلم فبها، بس طبعاً ليس هذا هو اللي فلسفة ليها يعني أبعدوها وكذا، لكن إحنا في أشياء المطلوب فيها إسلامياً إحنا نرجع إلى كلمة العلم، نشوف الناس الخبراء اللي على مستوى العالم كيف يديرون هذا الموضوع. مش لسنا مطالبين إن إحنا نرجع إلى القرآن أو إلى السنة نبحث عن حل لمشكلة البطالة أو عن حل لمشكلة القمامة أو عن حل لمشكلة السياسة. لا، ده دي نرجع نشوف الناس في الدول المتقدمه، او حل مشكله الكلاب اللي في الشوارع اللي احنا كنا بنتكلم فيها منذ قليل. احنا مش هنرجع فيها نشوف ايه، هنرجع نشوف الدول المتقدمه بتعالج ظاهره الكلاب الضاره دي ازاي، او الحيوانات المزعجه دي ازاي، ونشوف التجربه بتاعه الدول الاخرى دي ونقيمها، ونشوف ايه اللي احنا نقدر نعمله من هذا. طب قد يكون السؤال بمعنى اخر برضو ده في دماغي، هل الاسلام كفقه وكعقيده يقدر يحكم دول زي الدول دي فيها ثقافات متعددة؟ الإسلام هو ممكن يكون السؤال بالمعنى ده برضه. ماشي، هو الإسلام يعني أولا فيه قوة ذاتية إصلاحية، لكن يعني هذه القوة الذاتية الإصلاحية لها شروط، يعني لا تؤتي أثرها كأي شيء في الوجود، أي شيء ناجع ومنتج لا يمكن ان يعني ينتج ويؤتي يعني اكله ويثمر ثمرته الا اذا تحققت الشروط وانتفت الموانئ، تمام كده؟ يعني مثلا في عندنا بذره هنزرعها في الارض، البذره دي المفروض انها تثمر شجره او ثمره او كذا، في لابد من تحقق شرط انها تزرع بكيفيه معينه وتروى بكيفيه معينه وتغيب في الارض مثلا مده معينه، يبقى في شروط للانتاج رغم ان البذره قويه ومن اقوى انواع الايه السلالات والبذور، لكن ما لم تتحقق الشروط ان هي توفر لها بيئه صالحه للانبات لا تنبت.
وكذلك ايضا مش فقط تحقق الشروط بل لابد من انتفاء الموانع. يعني قد تكون البذره قويه جدا ومن سلاله قويه جدا وفي وسط وبيئه وارض زراعيه منتجه جدا ولكن لا تنبت. ليه؟ لان في موانع، الموانع دي افات مثلا وحشرات و الى اخره. يبقى لابد من تحقق الشروط وانتفاء الايه الموانع. فالاسلام في حد ذاته قوه ذاتيه هي منبته مصلحه بطبيعتها وتصلح للتطبيق في اي مكان وفي اي نظام وفي اي زمان. ولكن اذا تحققت الشروط وانتفت الايه الموانع، فمن اهم الشروط التي يعني تحضرني الان في انتاج الاسلام واصلاحه وصلاحيته لان ينتج في هذه البيئه وتلك وفي البيئات المختلفه، من اهم الشروط قناعه الناس به والتزامهم به. يعني هو الاسلام ما فيش حاجه ضرار كده هنوزع منهم الاسلام هيصلح الحاجه الفلانيه، لا، انما في ناس تلتزم، ناس تحب الاسلام وتدين به وتلتزم باحكامه الشرعيه، فلما تلتزم باحكام الشرعيه المجتمع ينصلح. انما في ناس ما بتحبش، يعني انت هتيجي امريكا بوضعها الحالي تقول لي الاسلام يصلح فيها، لا مش هيصلح فيها، مش لان الاسلام لا يصلح، لان الشرط لم يتوفر او لوجود المانع اللي هو من يقاومون الاسلام هو الاخر. فاذا تحققت الشروط وانتفت الموانع هيصلح في الولايات المتحده وهيصلح في الهند. والشروط دي منها ايه؟ منها ان تبقى اغلبيه الناس عندها قناعه وحب لهذا الدين وتنزل على احكام ذلك الدين، اللي هو من ضمن احكامه ان هم لا يتعرضون بالاذى ولا يتعرضون بالاقصاء لمن لا يؤمن ايمانهم او يخالفهم في عقيدته. يعني احنا بنقول مثلا النظام في الولايات المتحده صالح، النظام الحالي اللي موجود صالح ان هو يحكم هذه الولايات مع تعددها والى اخره. ليه؟ لان هو عنده مقاومات معينه تجعله ايه صالحا. اهم هذه المقاومات فكره التعايش المشترك، وان انت لك معتقدك وانا لي معتقدي، لكن في الحقوق والواجبات نحن متساويان. ادي ما عليك واطلب ما لك. فلاجل ذلك الناس بتتعايش في هذه الاماكن بالانظمه التي تحكمها الحاليه. طب هل انت تظن ان الاسلام فيه هذه النقطه ولا ما فيش فيه؟ طبعا فيه نقطه التعايش. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الى اخر ذلك من الايات اللي هي بتحث على التعايش ما بين الناس. ففكره التعايش دي فكره جوهريه في الاسلام. فاذا كانت موجوده في الفكره دي وامثالها يبقى هو قادر على ان يحكم، بس مع تحقق الشروط التي ذكرتها وانتفاء المنع. ما هو مفهوم الوطن في الاسلام؟ وما هو موقفك اذا كان هذا الوطن تحكمه قوانين وضعيه من صناعه البشر والمجتمع موافق على ذلك؟ هل ستقف معه في حروبه ضد من يعاديه؟ أما أنك ستنحاز من معتقداتك؟ طيب، هو أولاً طبعاً كل إنسان لابد أن ينحاز إلى معتقداته، بل إلى أفكاره، بل إلى آرائه، بل إلى ما يفضله من أنواع الطعام ومن النادي الذي يشجعه وكذا. فلا شك أن كل إنسان منحاز، ومن يقول لك أنا غير منحاز فهذا يعني لم يصدق طبعاً. فبالطبيعة الإنسان منحاز، لكن الانحياز هذا قد ينتج عنه تصرف صحيح او ينتج عنه تصرف خطا. فاذا كان انحيازي مثلا من النادي الذي احب يدفعني الى ان انتقص من يحب النادي المنافس او ان انا اعتدي عليه، فيبقى ده انحياز غير صحيح. انما اذا كان انحيازي للنادي الذي احبه بيدفعني ان انا يعني مثلا اتبرع له ليشتري لاعبين كذا كذا، فيبقى ده انحياز صحيح. فالانحياز موجود، لكن كيف نوظف هذا الانحياز؟ فانا منحاز طبعا لعقيدتي بلا شك، وانت منحاز لعقيدتك، وكل واحد منحاز الى عقيدتي، لكن هل انحيازي لعقيدتي هيدفعني الى ان انا افرض هذه المعتقدات على الاخرين او لا؟ احنا السؤال بيقول لو المجتمع اختار قوانين غير التي تفرضها معتقداتي وانا منحاز لعقيدتي، فهو بيضعني بين ثنائيه، اما ان اقبل يعني ما تراه الاغلبيه في المجتمع واترك الانحياز لعقيدتي، او انحاز الى عقيدتي وافرض عقيدتي هذه على الاخرين. والمساله ليست كذلك، لا، انا اجمع الامرين، انا منحاز لعقيدتي ولكن انحيازي لعقيدتي لا يدفعني ولا ينبغي ان يدفعني الى ان احاول ان افرض معتقداتي هذه على الاخرين. فاذا اختار الاخرون شيئا غير معتقداتي فلهم هذا، انا لا اوافقهم في هذا الاختيار لكن لا اجبرهم على خلافه.
لا يعني هو ممكن يكون السؤال كمان ايه، هل فضيلتك هترضى بالقوانين الوضعية دي؟ يعني هترضى ان القوانين الوضعية دي مثلا ولنفترض ان حد السرقة قطع اليد في الاسلام، ولكن القانون الوضعي حكم بالسجن، تمام؟ هل هتقول لا لازم قطع اليد، ولا هتوافق فضيلتك بحكم السجن؟ يعني هو ممكن يكون السؤال بالمعنى. طيب انا بالنسبه لي انا ما اصل في فرق بين هوافق ايه، يعني هوافق من حيث اداء الراي، ولا هوافق من حيث ان انا سارفض الامتثال لهذا القانون مثلا. بالظبط، يعني اصل هو من حيث اداء الراي، يعني سأظل ابدي رايي بان الاشياء اللي الشريعه وضعت لها احكاما معينه واحكاما قطعيه ينبغي ان تنفذ كما اراد الله سبحانه وتعالى، ولكن هي مش بتنفذ طبعا بالمناسبه يعني بصوره يعني همجيه، لا دي بصوره علميه منهجيه، ولابد ان انت تكفي الناس الاول الطعام وتضمن لهم الايه يعني مصادر الارزاق، ثم بعد ذلك ايه اذا سبق منهم سارق تحاسبهم، انما ما تجيش على واحد فقير او غلبان او ابنه في المستشفى مش لاقي ثمن الدواء العلاج، وبعدين زلت قدمه وابتدت يده الى ما لا يحل له، وتقول تعالى نقطع هذه الايه اليد، فهذا ليس من الشريعه اصلا. لكن لو فرضنا ان انسانا توفرت له مصادر الرزق وعنده مرتب يكفيه ويكفي اولاده وعنده تأمين صحي وجاري في المدارس وخلاص أموره ماشية تمام كده، ومع ذلك عنده داء السرقة، يعني أبى إلا أن تمتد يده إلى يعني ما لا يحل له، وتجي تقولي نسجنه ولا نقطع يده؟ أقول لك لا، لابد من تطبيق الحد عليه يعني بشروطه المعروفة. ف ده في مجال الرأي، وأدعو الناس إلى هذا وأقول لهم لا يعني يصح منك إلا أن تنزل على حكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يتم إيمان الإنسان إلا إذا رجع إلى الله ورسوله فيما يحكمان به، وبعدين مش فقط يرجعون إلى الله ورسوله، لا ده يعني لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ف ده يعني مقتضى الإيمان، مقتضى الإسلام إنك تنزل على حكم الله وحكم رسوله. فأنا يعني سأظل أدعو الناس إلى هذا، لكن لو فرضنا إن أنا بعد أن دعوت الناس واستفرغت وسعي وجهدي في هذا الأمر، ومع ذلك الناس قالت لا إحنا مش لسنا مقتنعين بهذا الكلام، أنت كلامك غير مقنع، تمام كده؟ وقد يكونوا صادقين فعلا في هذا، يعني هو مش مقتنع لظروف وعوامل جعلته لا يقتنع بكلامي، تمام؟ او لان انا كلامي مثلا عرضته بطريقه سيئه او فيها قصور، او انا مش بالي مركزي فالناس ما استمعتش الي، يعني في اسباب بتخليهم يرفضون هذا الكلام، ممكن من ضمن الاسباب كراهيتهم للدين، يعني في احتمال ان بعض الناس بترفض الكلام لانه بيكره الدين بايه مطلق، ربنا خلقه هكذا يكره ايه الدين. فعلى كل الاحوال ايا ما كان السبب هم رفضوا كلامي، وبعدين الاغلبيه في المجلس النيابي اختارت ان هي تطبق قانون غير القانون الإسلامي، أنا إيه بقى موقفي كراجل مسلم أو كراجل عالم من علماء المسلمين أو إنسان متدين عادي، موقفي إن أنا أجبر الناس على الشريعة الإسلامية؟ إحنا قلنا في سؤال سابق، السؤال من قبل هذا، قلنا إن مفيش إجبار، إن من شروط الإسلام إن الناس تختاره طواعية، تنزل عليه وعلى أحكامه طواعية، مش ممكن أبدا أي قوة من سلطان أو من أناس أو من جماعات تفرض الإسلام على الناس، إذا اختار الناس الإسلام فبها وإلا فلا يقبلون عليه. نعم. طيب السؤال الثامن. بس في ملاحظة أن القوانين الوضعية برضو مش كلها بنقدر الشريعة. بس كلمة وضعية دي نسبة إلى الوضع. فإحنا لما نيجي نقول قوانين المرور ما هي قوانين وضعية. لما نيجي نقول مثلا قوانين الشيكات وصلاة الأميال بتاعت الأحكام المدنية ما هي قوانين وضعية، فيعني وضعية يعني من وضع البشر. تمام كده، وليس هذا ممنوعا على البشر، يعني البشر مطالبون ويجب عليهم وجوبا دينيا ان هم يشرعون لانفسهم، تمام، في المساحه التي تركتها الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه يعني تركت للناس مساحات، قالت للناس يعني حققوا مصلحه معينه وهي مصلحه حفظ الانفس. طيب حفظ الانفس ده كيف نحفظه؟ بان احنا نحط قوانين في الصحه تحافظ على صحه الناس وانفسهم، بان احنا نحط قوانين في المرور تمنع الحوادث، تمام كده؟ فاحنا مطالبون شرعا ان احنا نقعد ونحط قوانين المرور، قانون المرور ده احنا نحطه، قوانين الصحه احنا نحطها، فدي قوانين من وضع البشر،
ولكنها لها الالزام الشرعي بنفس الدرجه مع القوانين التي نزلت منصوص عليها في القران والسنه. تمام. طيب ما هي الفروق الجوهريه بين المسلم العادي والمسلم الاخواني والمسلم السلفي؟ نعم. المسلم العادي والمسلم الاخواني. انا حاسس كده السؤال المسلم والمسلم بشرط او المسلم ونجمه. هو عايز ايه؟ هو إيه ربما هو عايز يعني عنده يعني عايز يحرر مثلا ضد المسلم الاخواني والمسلم. لا هو قد يكون السؤال لما هو واحد متضايق من المسلم الاخواني والمسلم السلفي وحابب بقى النموذج بتاع المسلم العادي فبيقول لي ايه الفرق الجوهري ده؟ يعني هو عايز يشوف يعني يشوف الشخص ده اول ما يشوفه يقول ده اخواني ده سلفي لا ده عادي. يعني انا فاهم كده. والله يعني انا يعني ارى ان احنا يعني نشوف المسلم الصحيح هو ايه؟ يعني من غير ما نحط عادي واخواني مثلا لان ممكن المسلم الصحيح شروطه تتوفر في المسلم الاخواني. تمام؟ ممكن تتوفر في المسلم السلفي، ممكن تتوفر في المسلم العادي، ممكن تتوفر في المسلم الازهري، وممكن ما تتوفرش في ولا واحد من دول. فاحنا نعرف ايه شروط يعني الانسان عشان يكون مسلما صالحا. كيف يكون مسلما صالحا؟ وبعد كده كل واحد يقيس نفسه على هذه الشروط. فده ممكن احنا نمشي في السكه دي. ممكن ان احنا يعني لو عايزين بقى نقيم ايه التجربه الاخوانيه في تخريج الافراد. التجربه السلفيه في تخريج الافراد. التجربه العاديه في تخريج الافراد، يعني الفرد العادي لما بيتدين بيبقى شكله ايه؟ التجربه دي شكلها ايه؟ عشان نحكم عليها. طب تجربه التربيه الاخوانيه لما بتطلع فردا للمجتمع بيبقى شكله ايه؟ السلفي بيطلع شكله ايه؟ طبعا دي مساله يعني يطول البحث فيها وتحتاج الى يعني محاضرات، ولكن ممكن نشير الى بعض الايه العلامات. يعني مثلا التجربه السلفيه في انتاج الفرد الملتزم بدينه بتنتج فردا ضيق الصدر بالمخالف. دي هتلاقي حاجات لازمه بقى موجوده يعني. شديد التعصب ل يعني معتقداته وارائه الفقهيه حتى ولو كانت محل خلاف. يعني مثلا هتلاقيه في الموسيقى حرام، النقاب واجب، اللحيه وحلق اللحيه حرام، اطلاق اللحيه واعفائها واجب. يعني دايما هتلاقيه بيتبنى، ودي كلها اراء موجوده. يعني في قول ان الموسيقى حرام لكن في قول اخر بان الموسيقى حلال. فانت عايز تتبنى القول ده ماشي براحتك، لكن ما تفرضوش عليا، ما تنكرش عليا ان انا اخذته بالراي الايه؟ الراي الاخر. فانت هتجد الشخصيه السلفيه اللي هي منتج من منتجات التربية السلفية دائما يميل الى التشدد في الآراء الفقهية، الى نفي ما عداها من الايه؟ من الآراء اللي هو بيتبناها. دايما بتجده ضيق الصدر بالمخالف، دايما بتجده في نفسية وعقلية الاتهام، تحس ان هو ايه؟ ظابط شرطة بيحقق معاك، وكيل نيابة، انت صليت النهاردة، انت عملت النهاردة، انت اخد بالك؟ دايما تبص لك كده على الغلط. يعني صديق واحد يعني كان زميل ليا في الدراسة وجه ظهرني في البيت وانا عندي يعني برواز كده معلق فيه قصيده فيها مدح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها استغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستغاثه دي في البيت كده في نص الايه؟ يعني في نص البرواز يعني. فهو اول ما دخل الحجره عينه ما وقعتش الا على هذا الايه؟ البيت. بس ده شرك يعني، ده شرك بالله وده كذا. طبعا انا ناقشت يعني وبتاع، لكن هو دايما هتلاقي يعني العقليه السلفيه عقليه فيها تميل الى الاتهام مش تميل الى التبرئه. ده مثلا بخلاف العقليه مثلا الازهريه دايما تلاقيه اللي هي الناضجه يعني مش الازهريه المتهرئه او اللي يعني اللي هي ذائبه في اخطاء المجتمع. لا انا بتكلم على الازهري المحترم اللي اتخرج يعني بدراسه ازهريه محترمه وعلى يد شيوخ اجلاء وهكذا. فتلاقي العقليه الازهريه دايما عقليه ايه؟ عقليه متسامحه. دايما لما يشوف الغلط قدامه يميل الى جانب الرحمه، يميل الى جانب العذر، انه يعذر هذا الذي صدر منه الخطا. لو في حاجه تحتمل وجهين مثلا، لو لقى حد مثلا فاطر في رمضان هتلاقي العقليه الازهريه على طول اللي يجي في مخه ان ده عنده عذر دفعه الى الايه؟ الفطر. انما هتلاقي العقليه السلفيه لا، دايما هتلاقي عنده نقطه الايه؟ ازاي فاطر مش عارف ايه؟ دايما هتلاقيه بيخش في جانب الايه؟ الاتهام. فدي مثلا سمات موجوده في المنهج السلفي، فضلا بقى عن السمات الفكريه من التكفير ولا اخره. المسلم الاخواني في معالم برضه في شخصيته كده، منها ان هو مستعلم، مستكفن بنفسه، مستعلم على الاخرين. وانا اتذكر ان هم في سنه 93 وضعوا خطه يعني، وكان دي يعني اتصال بهم في هذا الوقت،
وضعوا خطه في يعني سموها خطه التوجهات الجديده، وكان من ضمنها بند اسمه التعامل مع الاخر. فالتعامل مع الاخر ده قالك ايه؟ التعامل مع الاخر بهدف يعني ده كده التوجهات الجديده عندهم، ان هم بدل ما هم منطويين على الذات يبدا يتعامل مع ينفتح يعني على المجتمع. بهدف ايه بقى؟ لك التعامل مع الاخر بهدف كسبه او تحييده او تقليل شره. يعني يا اما تكسبه في صفك تضمه ليك يعني، يا اما ان انت تحيده يعني ما تخلوش ايه يعني تخليه لا ليك ولا عليك يعني يبقى محايد. او تقلل ايه يعني لو انك غير قادر على كسبه ولا على تحييده يبقى على الاقل تحاول تتعامل معاه بشكل يقلله من ايه؟ من شره. فطبعا اللي بيحط اللي حاطط الخطه دي ده هو كده بيفترض مباشرة في الآخر إن هو على إيه؟ على خطأ، بدليل إن أنا عايز أجيبه عندي أو على الأقل أحيده أو إن أنا إيه أقلل من شره. طب ما فيش مثلا كنت أقول لهم يا جماعة طب ما تقولوا إيه التعامل مع الآخر بهدف كسبه أو تحييده أو تقليل شره أو الاستفادة مما عندك أو الانضمام إليه. الانضمام إليه دي ما قلتهاش ساعتها بس يعني بقولها دلوقتي، إنك المجاز هو صح تنضم انت اليه بدل ما تكسبه وتشده عليه، فما تروح انت تنضم اليه ويبقى هو الصح وانت غلط. يعني انت ليه تفترض في نفسك دايما ان انت الصح وان غيرك الغلط؟ فالعقليه الاخوانيه عقليه اولا يعني لا ترى الحق والخير والمصلحه الا من منظورها الضيق من خلال جماعتها، لدرجه انها بتاع الجماعه يعني اعلى من الاسلام نفسه. يعني الجماعه المفروض انها وسيله لخدمه الدعوه الاسلاميه، لخدمه اهداف الاسلام كما افهمه حتى لو فهمها غلط. ده الجماعة تحولت من وسيلة إلى غاية في حد ذاتها، بحيث لو الجماعة تعارضت مع الإسلام أحيانا ممكن بنقدم الجماعة على الإسلام. فالشخص الإخواني شخص ما بيشوف يعني منكافئ على ذاته، بمعنى هو طبعا منفتح على الجيران وكذا بس هو منفتح عليهم في يعني في الظاهر فقط، إنما هو في الباطن عقله مش شايف هما بيقولوا إيه، ما بيفكرش في اللي هما بيقولوه أصلا. طب ما جايز عندكم حاجة صح، فهو قافل عقله وقافل قلبه بس هو بينفتح عليه عشان يكسبه، عشان ياخد منه مثلا فلوس الزكاة فيصرفها في كذا، علشان يقلل شره، عشان كذا عشان كذا. لكن هو منكافئ على ذاته، مستعلن على غيره، عنده عقد نفسية تاريخية، والعقد دي ظهرت في السنة اللي هم حكموا فيها. يعني هم السنة اللي حكموا فيها ما كانتش عندهم رشد. ليه؟ لأن هو قعد 80 سنة محروم من الحكم، وفجأة لقى نفسه في الحكم، فطلعت كل مركبات النقص والاضطهاد وكذا طلعت في السنة دي. ففضل إن هو شخص يعني شخص غير فعال في اي مجال، يعني هو بتاع كله، ما فيش حاجه يعني ما فيش مثلا طبيب بارع، ما فيش عالم شريعه بارع، تمام كده؟ لا، ده هو شخص بتاع كله، هو بيعرف في الطب وبيعرف في الشريعه وبيعرف في كذا وكذا. فشخصيه يعني متميزه. المسلم العادي برضو في نعائم، في مسلم عادي صالح وفي مسلم عادي مش عادي، يعني ايه مسلم عادي بس مش ملتزم قوي بالاسلام. فخلينا نقول ان المسلم العادي اللي هو ملتزم بدينه وملتزم بالفوائد الاسلاميه وهو كذا، في الحقيقه انا وجدت هؤلاء اصفى الناس قلوبا واقربهم الى الفطره الاسلاميه الصحيحه. بينما مثلا تجد في صلاه الفجر هؤلاء المسلمين العاديين الصالحين لا تجد الفرد الاخواني مثلا في صلاه الفجر، يعني يغيب عن صلاه الفجر في المسجد مثلا. ليه؟ لان هو قاعد لغايه الساعه 2 بالليل بيخطط وبيدير مجموعه وبيدير كتيبه وبيدير كذا، وبعدين يروح ينام وبتروح عليه نوم، تمام؟ وبرضه الناس العاديين بيعملوا كده، لكن المسلم الصالح المتدين العادي اللي هو مش منتمي لهذا ولا لذاك بتجد ان هو عنده درجه التدين عنده اعلى واقرب الى الفطره الصحيحه واقرب الى توجهات وروح الاسلام. طيب السؤال التاسع، ما هو رايك في تكفير علماء مثل ابن رشد والفارابي وابن الهيثم وغيرهم والاضطهاد الذي حدث لهم، وما هو رايك في التفاخر بهؤلاء على انهم علماء مسلمين؟ طبعا بلا شك هم مسلمون، ولكن احيانا يعني بعض الناس يكونون سابقين لعصورهم، واحيانا بعض النابغين هؤلاء ياتون براي ليس هو المعتاد، وقد يعني يخطئون في هذا الرأي، لكن لا ينبغي أن نكفر أحدا خالفنا أو كان له تفكير. يعني مثلا هنا عندنا في مثلا في السودان في الدكتور مثلا حسن الترابي، يعني رجل متحرر في الفكر، يعني أي مكان أنت تؤيده سياسيا أو لا، لكن من حيث الفكر الديني عنده تحرر فكري كبير. يعني إذا تابعته على اليوتيوب أو كذا ترى هذا،
تمام. في حصل ان في ناس بتستسهل انها يعني تصنونه بانه كافر وبانه خرج عن احكام الشريعه وكذا. الابداع ده شيء يسمح به الاسلام، حتى لو ادى احيانا الى بعض التجاوز في فكره او فكرتين او في بعض الافكار، ليس علاج هذا ان يعني تكفر من يعني هذا شانه، بل يعني علاجه ان تتناقش معه وان تتحاور معه. فوجد في التاريخ الاسلامي ضيق احيانا بهؤلاء المذكورين من بعض العلماء الذين يتبنون وجهه نظر مخالفه، لكن هذا يعني ليس هو الخط العام في التاريخ الاسلامي. الخط العام هو احترام كل هؤلاء والاستفاده مما عندهم. ولا شك ان الواحد يتفاخر بهؤلاء، لكن احنا بنجد برضو احيانا انك بتتفاخر بهؤلاء ولا تتفاخر بنحو مثلا الرازي والجويني، وايضا من كبار علماء المتكلمين على مدار التاريخ الاسلامي. فيعني هذا يعني كما نتفاخر بهؤلاء ايضا نتفاخر بهؤلاء، وهؤلاء اصحاب مدرسه معينه كلاميه، وهؤلاء اصحاب مدرسه كلاميه اخرى، وبينهم مناقشات ومنازعات وكذا. فاحنا احيانا الانسان بينحاز الى مشربه الفكر والى طياره الفكر، فهذا لا باس به يعني، وهذا ده الواقع ان الانسان بينحاز. لكن عليه ان هو كما يطلب من المخالف ان يحترم هذه الرموز الاسلاميه، ايضا نحن نطلب منه ان يحترم الرموز الاخرى، وما نقفلش. احنا مش عايزين نقفل من حد، احنا عايزين كل هؤلاء الناس يبقى كلامهم معروض على العقل المسلم، والعقل المسلم يسبح في هذه الافكار وياخذ منها ويدع ويطور فيها ويبتدر افكارا جديده. يعني هذا هو الجو المناسب اللي هو للاسف ليس موجودا في يعني وقتنا الحالي بالصوره الكافيه. الصوره الحاليه صوره اقصائيه، يعني فيها اقصاء لكل من ليس على المسطره بتاعتي. نعم. السؤال الاخير معلش احنا طولنا على حضرتك. من المعروف ان العلم يصل الى نتائج في نهايه التجربه. ثم تصبح هذه النتيجه فرضيه لتجربه جديده. يتم بناء نتائج مختلفه عليها. فكيف يمكن ان كيف يمكن لنا ان نوافق او نرفض نظريه علميه بناء على فهم بناء على فهم الديني يعطي نتائج بدون تجارب علميه. كيف لنا ان نرفض نظريه التطوير مثلا التطور مثلا دون ان نمتلك الادوات العلميه التي تجعلنا قادرين على على التحقق من اخطائنا وصحتنا؟ ما ينفعش. يعني لابد ان كل شيء مطروح على دائره البحث له مجال في البحث. فمثلا اذا اردنا ان نبحث عن حكم الصلاه مثلا، فهذا مجال نبحث فيه في كتب الفقه، ما ينفعش ان انت مش هتبحث عنه في كتب الكيمياء والفيزياء. اذا اردنا ان يعني نتعرف على يعني صلاحيه امر ما او عدم صلاحيته مما يخضع الى مجال البحث العلمي، فهذا لا يمكن ان تبحث عنه في النصوص الدينيه ولا في كتب الفقهاء ولا في كتب المفسرين وعلماء الكلام. فالمهم ان احنا نضع كل شيء في ايه؟ في اطاره الصحيح، ونبحثه في مجاله الصحيح. ففي مجال في نبحث يعني عن اشياء في النصوص الدينيه وكلام الفقهاء. وفي مجال نبحث يعني خاضع للتجربه والخطا. هم ممكن يكون قصدهم ان انت اعطيني، انت بتطلب مني ان انا اصدق حاجه بدون ان هي كلها تجربه في الارض الواقع. ده اللي انا فهمته. لا ما هو هقول لحضرتك على حاجه، انا مثلا ممكن انت تاتيني بنظريه علميه خلاص، وانا مصدق بها دون ان اجريها انا بنفسي، انا نفسي لم اجري التجربه العلميه. لكن في يعني في جهات علميه ومؤسسات بحثيه علميه قامت بهذه التجارب العلميه واصبحت مصدقه لدى العالم. مصدقه لدى العالم ليه؟ لان هو عنده المصدر المجله العلميه دي، والمؤسسه البحثيه دي مؤسسه محترمه مسموع لها، لها مصداقيه معينه. فسواء بقى اللي اجرى البحث في هذه المؤسسه او غيرهم بياخذون هذه التجارب على انها مسلمه، رغم انهم ربما لم يجروا التجربه لانفسهم، لكن رجعوا
في يعني صدق التجربة إلى من قام بها ممن له مصداقية معينة. فده اللي هو بيسمونها مصادر الإيه المعرفة. إيه مصادر المعرفة؟ في طبعا معرفة دينية وفي معرفة يعني فيزيقية يعني في الطبيعة وفي الفيزياء وكذا. فالمعرفة الدينية لها مصادرها المعروفة اللي هي الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء والعلماء وهكذا بأدوات معينة ومنهجية علمية معينة. يبقى ده كده اسمه مصدر المعرفة الدينية. طيب مصدر المعرفة الطبيعية ان انا عايز اعرف قوانين الكون او اعرف ازاي يعني اتعامل مع هذا الكون، ازاي اشوف طريق مثلا، ازاي افعل لا جميل. يعني مثلا ازاي اتخلق الكون مثلا، ما هو فاهم فاهم فضيلتك يعني لقد خلقنا فيما معناه الله ان الدنيا اتخلقت في 6 ايام تمام. طب هو هنا السؤال فيما يعني عايز يعرف انت عرفت ازاي الناس 6 ايام يعني وانا اصدق ازاي الناس 6 ايام. ما هو انت بتسمع ده النقطه اللي انا يعني اشرت اليها الان من حسب مصداقيه القائل. يعني انت هتجيب لي مؤسسه بحثيه مالهاش، تقول لي مؤسسه كذا قالت كذا، مش هصدق لان انا ما اعرفهاش، دي مش معروفه في الجماعه العلميه العالميه تمام. لكن قلت لي مؤسسه كذا دي معروفه في الجماعه العلميه العالميه، فكلامها بالنسبه لي مصدق. فهي على حسب الشخص، لو انا مصدق لرب العالمين وعندي حسن فهم بكلامه، انا ممكن اكون مصدق بس ما بفهمش كلامه. زي بعض الناس اللي انا اتطلعت على اليوتيوب يعني فتره قريبه اللي بينكر مثلا كرويه الارض، كرويه الارض من منظور دين. يعني في علماء قالوا هذا يعني في بلاد اخرى يعني غير مصر في الجزيره العربيه، قالوا هذا من منظور دين ينكر ان الارض كرويه. فده طبعا هي دي المشكله اللي احنا عايشينها بقى، ان هو ان احيانا بيبقى في ناس نياتها صادقه ومحبه للدين لكن ليس عندهم العلم الكافي ولا العقلية الصحيحة أن يتبع كل شيء في إطاره الصحيح. مجال البحث العلمي له مجال، تجريبيات لها مجال، البحث الديني له مجال آخر. فالمشكلة بتنشأ أن أنت لو دخلت هذا في ذات أو هذا في ذات. لكن مع ذلك في بقى في قضايا، يعني إحنا عندنا لو في 100 قضية مثلا، في هنقول مثلا 45 منهم محسومة أن دي قضية دينية يبحث عنها في النصوص الدينية والاجتهادات الفقهية وهكذا، وفي 45 تانيين دي محسومه انها ترجع الى العلم الايه؟ التجريبي والتجربه وفيها خطا وفيها نتائج بحث وفيها كذا، فده من الخطا ان احنا ندخل النصوص الدينيه فيها قولا واحدا. كما انه من الخطا ان احنا ندخل العلم التجريبي في فهم النصوص الدينيه، يعني ان احنا يعني نقول مثلا النصوص الدينيه بتقول كذا، لا العلم التجريبي بيقول كذا، ده هيبقى ثقه واتاكد ان هو مش علم تجريبي ولا حاجه، ده ادعاء علم تجريبي، ادعاء نظريه، ادعاء معرفه، لكنه لانه لا يمكن ان العقل الصحيح يناقض النقل الصريح. يعني اذا حصلت مناقضه بين الشرع يبقى احنا مش الشرع والعلم، يبقى احنا يا اما العلم ده مش علم ولا حاجه بس هو كده عليه بهرج الايه العلم، او ان الشرع احنا فاهمينه غلط وان ده مش شرع. لكن لا يمكن العلم الصحيح والشرع الصريح يتناقضان ابدا، لان ده ليه مجال وده ليه مجال اخر. فهنقول 45 قضيه محسومه ان دي بتاعت العلم التجريبي، فما ينفعش الفقهاء يتكلموا فيها ولا العلماء ولا ان احنا نستدعي لها نصوصا دينيه. وهنقول في 45 طبعا انا مش بقول النسبه محققه، انا اعطي مثالا يعني، و45 هي قضايا دينيه ما ينفعش ان احنا نسال فيها علماء الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء تمام كده. هي هتبقى بقى بعض القضايا اللي هي ممكن تعد يعني 1 2 3 4 وتحصر على وجه دقيق، اللي هي قضايا اللي هي بحث فيها علماء الكون وحصلت اشارات لها في الايه في 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 كتاب رب الكون سبحانه وتعالى. كمساله مثلا ان الانسان يعني كيف نشا؟ هل هو يعني بدا يعني من سلاله اخرى قردا مثلا ثم حصل نظريه النشوء والارتقاء حتى تحول الى انسان، ولا الانسان خلقه الله انسانا يعني هكذا مباشره من غير ان يتطور من سلاله ايه اخرى؟ فاحنا بنجد ان النصوص الدينيه بتقول لا، ان الانسان خلق انسانا. يعني ان ادم يعني وحواء نزل من الايه من الجنه الى الارض وتولد ونشا الانسان بهذه الطريقه، وان الانسان ليس تطورا لسلاله اخرى او لحيوانات اخرى وهكذا. فدي اللي انا بفهمه بفهم العادي الاسلامي. فكيف واصلا من انا من خلال قراءاتي مثلا اعرف ان نظريه النشوء والتطور والارتقاء هذه اصلا يعني اصبحت في يعني كما عبروا بانها في خبر كان، يعني هي حتى من الناحيه العلميه لا يعني الان ثبت، ولكن انا لست من اهل لهذا التخصص، يعني انا الان انقل ما قراته وما سمعته، ان هم يقولون او بعض الناس يدعون بان هذه النظريه ثبت انها اصلا نظريه غير صحيحه يعني
فهذه القضايا الشائكه يعني، وهي مساله خلق الكون في سته ايام، او ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقد خلقنا يعني الانسان السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. فانا مضطر غصبا عني كمسلم ان انا اصدق هذا النص الديني، ولا سيما ان انا ما عنديش نظريه علميه بتقول ان هم سبعه، ولا بتقول ان هم اربع ايام وثلاث ساعات و17 دقيقه، ما عنديش نظريه علميه مناقضه. فايه اللي يخليني يعني ايه الدافع عندي ان انا اقول لا هم مش ست ايام، الا ان انا عايز يعني ايه اتشكك في كل شيء. فاذا كان الانسان اللي بيتشكك هذا غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى فهو حر، يعني والطبيعي ان هو يتشكك. واذا انما اذا كان مؤمنا بالله والله سبحانه وتعالى قال ان احنا خلقنا السماوات والارض في سته ايام، فيعني فنسلم بهذا. ولا سيما ان القضيه برضه يعني لا ترتب عليها كثير عمل، يعني افرض ان هم ست ايام، افرض ان هم سبع ايام، افرض ان هم 15 يوم، ايه اللي هيفرق يعني 15 ولا 6 ولا 7؟ يعني مش دي القضيه الجوهريه اللي هتخلينا نبقى عايزين ندخل نفس انفسنا في مزانق ومضايق ان القران بيقول ست ايام بس الكلام ده غير ثابت عندي. لا، انا كمسلم الكلام ثابت عندي وما بجعلوش اصلا كمان نظريه علميه، يعني انا اصلا كمسلم لم احوله الى نظريه علميه عشان تيجي انت عايز تستدرجني لادوات البحث العلمي وتقول لي ده كيف ثبت عندك. ده انا عندي دي معرفه دينيه، ده كلام رب العالمين بفهمه بقدر الامكان، مش بيترتب عليه حاجه. ده هو القران هنا بيشير الى ان الله سبحانه وتعالى رغم انه قادر على ان يكون كن فيكون، لكنه خلق السماوات والارض في سته ايام عشان يعلمنا سنه الايه التدرج، وان كل حاجه لازم تاخد وقتها علشان ايه تنضج وتستوي. فده اللي انا باخده فقط من الايه، لكن انا مش مهتم ان احولها نظريه علميه انها ست ايام عشان تستدرجني واناقشها بادوات البحث العلمي. وبعدين ده فهمي منها، قد يكون الفهم ده يعني غير مطابق للواقع عند الله اللي ربنا يعلمه وانا لا، مش مشكله. طب ما احنا في ايات كثيره مش فاهمينها، الف لام ميم كاف ها يا عين صاد، الحروف المقطعه اللي في اوائل السور ما احنا مش فاهمينها، فبنجتهد بس نقول اه والله ده الحروف دي اشاره الى ان هذا القران من جنس هذه الحروف، يعني مكتوب بلغه هذه الحروف. ومع ذلك ومع ان العرب كانوا بارعين في اللغه العربيه وكذا عجزوا عن ان ياتوا بمثل هذا القران، فتبقى الحروف دي اشاره الى الاعجاز القراني وانه من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا اجتهاد منا، ما عندناش قطع بان هذا هو المعنى الصحيح المراد من هذه الحروف. فيمكن برضه يطلع سته ايام دي لما نروح لربنا سبحانه وتعالى في الاخره يطلعوا يعني يطلع فيها تفصيل شويه، يطلع فيه كلام اخر في السياق، اخد بال حضرتك؟ فمش هيضرنا ان احنا في الدنيا اعتقدنا انها سته ايام نزولا على قول الله سبحانه وتعالى. والله اعلم. الله اكبر. طيب مع سعادتك دقيقتين تمام، ووجه كلمه ل... او عايز مش نوجه كلمه، عايز خلاصه اللقاء بتاع دقيقتين. والله خلاصه اللقاء او يعني نزيد بقى على ما قلناه في اللقاء، في يعني نخلص يعني ربما بنتائج، وان احنا نحتاج الى الحوار وان يسمع كل منا ما عند الاخر. لان طبعا الظن يعني مثلا بمثلي انه هو ضيق وهيقول لك اظن ان انا قلت لك النهارده ايه كلام ربما لا يتوقع كثيرون ان يسمعوه، ولكن هذا ليس ذنبي انما هو يعني ذنبهم انهم لم يسمعوني يعني. وكذلك انا ربما اذا يعني جلست الى يعني هؤلاء المخالفين في بعض الاراء وكذا ربما اجد عندهم ما يعني استطيع ان ابني عليه. فانا يعني الكلمه اللي انا بوجهها للناس جميعا المتدينين وغير المتدينين والعلمانيين والليبراليين والاخوان المسلمين وكل الناس، ان هو فليسمع بعضنا بعضا ولنتحاور على يعني ارضيه مشتركه، في ارضيات مشتركه كثيره فيما بيننا، ولا يتعصب احدنا الى ما عنده. يعني يكون في اخذ ورد وفي مرونه في الايه في الحوار، لان برضه احنا لو قعدنا مع بعض ونسمع لبعض بس كل واحد متصلب ومتشبث بايه بموقعه برضه لن نصل الى شيء. فليسمع بعضنا بعضا بصدر رحب وبعقل واسع، وليتقن كل منا ادواته. انا ادعو العلمانيين المصريين بمناسبه ان انا قلت مفيش علمانيه في مصر، ادعوهم الى ان يعني يكونوا بارعين في يعني في فكرهم العلماني هذا، لان ربما نجد في يعني في اثناء براعه الفكر ده افكارا تفيدنا، لان هو فكر بشري العلمانيه، والفكر البشري مش كله ضلال، ممكن نجد فيها افكارا يعني نستفيد بها وننتفع بها، وفي الوقت نفسه لا يسدون على انفسهم الاستماع الى الطرف الاخر لانهم ربما يجدون في كلامه ما يزيل الاشكاليات
عندهم وما يصلح أن يبنى عليه في بناء هذا الوطن وهذا المجتمع الذي نعيش فيه. شكرا لفضيلتك ومشكرين جدا وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. شرفتنا، الله يبارك فيك.